قمنا بإنشاء دار إبداع وتعليم المرأة من شهرين تقريبا، وهذا الشيء كان نتيجة تفكير بالظروف اللي مرت على البلاد من جهل، وكان تفكيرنا أن الرجل المتعلم يبقى رجل متعلم، أما المرأة تعلمت بتعلم أسرة بأكملها. نحن النساء بحاجة إلى دعم حقيقي إلنا، تعرضنا بسبب الحرب لضغوطات كثيرة، نتمنى منكم توقفوا جنبنا نحن النساء، كونا نحن نصف المجتمع أو للفترة الجاية نحن صرنا ثلاث أرباع المجتمع بسبب الضغوطات اللي صارت، تناقص عدد الرجال، ازدياد عدد النساء، فنحن النساء لازم نكون فاعلات أكثر.